يعني ايه كده يا خالد؟ يعني ايه؟ يعني ياسين فين؟ يعني ابني جراله ايه يا شهيرة؟ ابني جراله ايه؟ ابني جراله ايه يا خالد؟ رد عليا. ياسين فين حبيبي؟ ياسين فين حبيبي؟ ابني جراله ايه؟ محدش يلمس حاجة، محدش يلمس حاجة بعد اذنك يا استاذ خالد. خد المدام والاستاذ سامي واطلعوا بره. شرطة الحمامات تتفتش كويس. فتش كويس؟ فين مسؤول الحمامات؟ طلع الناس بره الاول يا رائف. طب بعد اذن الجميع كله بره. يلا يا في عملوا ايه في يزيد يا جدع؟ عشان خاطري يلا. عملوا ايه في يزيد؟ يلا كمان. يلا قولي له. قولي له. حاضر. انا عايز ابني. انا مش همشي. انا مش همشي من هنا غير لما اعرف ابني فين. يا مدام خلينا نكسب وقت بعد اذنك يا مدام. بعد اذن حضرتك. استاذ خالد يلا شيل. خدي كده معاك. حبيبي يا ابني روحي هاتي لي كرسي بسرعه من فضلك. يلا يا غالي قاعده. فاطمه معاكي ميه؟ بسرعه بسرعه يا غاده. اشربي يا حبيبتي. اشربي يا حبيبتي. اشربي 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 اشربي. مريم انا عايزه مريم. تعالي انا عايزه بنتي. مريم يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني. استنى بس يا سامي. انا مش هعمل حاجه. انا هشوف حاجه تبني. بس ده استاذ خالد. ده التيشيرت بتاعه بشعره يا فندم. بعد اذنك يا استاذ خالد. ايوه ده شعر يا ابني حضرتك. التيشيرت بتاعه. خالد تعال تعال معايا. الولد فين؟ هنجيبه ان شاء الله. يا سامي راح فين يا سامي؟ تعال معايا خالد. راح فين؟ هنلاقيه ان شاء الله. تعال. ايوه راح فين؟ ابني راح فين؟ خالد بيب عزك. يا سامي بيب عايزنك. حاضر حاضر. يلا يا خالد. يلا يلا عشان خاطر. يلا يا سيد. راح فين يا سامي؟ تقف على باب الحمام ومحدش يدخل خالص ومحدش يلمس اي حاجه. مفهوم؟ تحت امر سعادتك. انا مش فاهم يعني انت خايفه منه كده ليه؟ من امبارح مفيش ورانا غير طارق. طارق مش هيسيبني في حالي يا محمود. انت ما تعرفوش قدي. وانا رحت فين؟ شهيرة؟ طب رد عليها ليكون في حاجة. يا شهيرة ده ازاي ده؟ انتوا فين؟ غدا فين طيب؟ انا جاي حالا. في يا محمود قلقتني. ياسين تاه في المول لوحده ومش لاقينه. أول مرة يحصل عندنا حاجة زي كده. برضه ما فهمتش أنت كنت فين. أنا قلت لستك أكيد يعني كنت بصلي. اسمه إيه الواد ده؟ رمضان. بس ولد كويس وملتزم جدا. وبقية الناس اللي شغالة في الحمامات فين؟ أستاذ خالد بعد إذنك عايزين نعرف نشوف شغلنا. أنتوا عندكم كاميرا بترصد دخول وخروج الحمام؟ لا لا. الكاميرات مرشقة في كل حتة دي. بتعمل إيه؟ طب أنا عايز تسجيلات أبواب الدخول والخروج كلها. انتوا عندكم هنا كم مدخل؟ ثلاثة. استاذ خالد انت بتشك في حد؟ مش عارف. لا انا عايزك تركز كده وتفكر كويس. رايف اتصل بالمعمل الجنائي يقول مبسوط. كم بيفطر؟ تعرفوا حد في النيابة؟ طاهر شاهين رئيس نيابة المعادي. كويس قوي. انا عايزكم تتصلوا بيه علشان يستعجل لنا اذن النيابة. احنا هنحط موبايلك وموبايل المدام تحت المراقبة. علشان اللي خطفوا الولد اكيد هيتصلوا بيك ويطلبوا فديه. مش مشكله يطلبوا اللي يطلبوه بس يرجع. خلي بالك الموضوع مش سهل. الناس دي واضح ان هم عارفينكوا كويس وفاهمين هم بيعملوا ايه. اتصرفوا زي ما الكتاب بيقول. خدوا الولد خضروه حلقوا له شعره وغيروا له لبسه وخرجوا بيه بمنتهى الهدوء. طيب ممكن بلاش نستنى اذن النيابه. انا مستعد امد لحضرتك اي اقرار انت عايزه. ما ينفعش دي اجراءات. لازم اذن النيابه. حاضر حاضر. لحظة بقى يا
في ايه يا حبيبي؟ ياسين يا محمود، ياسين يا حبيبي. خليك انت هنا. حاضر يا فندم. وانت تعالى معايا. شكل مدير امن المول ده هيزرعنا جنبه. روح يا ابني شوف فاضل قد ايه على التسجيلات. تحت امرك يا باشا. ما تنساش ترن عليا لما توصل عنده. انا جبت الهاردات. كويس قوي. ممكن يا فندم لما تاخدوا نسخه من التسجيلات نبقى نعمل نسخه لينا احنا كمان. بص بقى خلينا ناخد نسخه انا الاول وبعد كده هدي لك كل اللي انت عايزه في المديريه، تمام؟ حاضر يا فندم. خد يا ابني. ادي دي المدير بتاعك. حاضر يا فندم. انا ممكن اروح اوديها له. لا بلاش، خليك انت معانا. رايف بيه ماشي، خليك معاه يحط لك كل التسجيلات اللي عنده. ما تنساش تاخد دخول وخروج العربيات. ها أوه. استنى يا ريس. معلش يا سامي بيه هتعبك معايا. انا عايزك تروح المحلات القريبه من الحمام والملاهي تجمع لنا منها كل التسجيلات اللي عنده. انا هجمعهم انا حضرتك. استنى خالد، خد ده وروح المحلات اللي هنا، وانا هاخد ده واروح المحلات اللي هنا. تمام. طب اجمعوا لنا كل التسجيلات اللي تلاقوها بقى. ده الهارد وهو فولدر باسم المحل وفايلين. ده من الساعه كام للساعه كام؟ من اول ما فتحنا لحد دلوقتي تقريبا. على العموم في التسجيلات هتلاقي الساعه مكتوبه تحت. انا مش عارف اشكر حضرتك ازاي. متشكر جدا. متشكر. ده فين يا جلال؟ أنا هو يا أستاذ سامي دخلت المحل اللي قلت لي عليه بس مش شايفك. أيوه. لا تعال تعال. أنت فين؟ أهو أنا شفتك يا ريس. السلام عليكم. تعال. معرفش. معرفش. طب خالد فين؟ في المحلات هو وسامي بيجيبوا التسجيلات بتاعت الكاميرات. ألو. يوه فصل شهر. يا حبيبي يا ابني. اهدي يا خالد. عشان خاطري اهدي. مش قادرة أصدق يا شهيرة. يا رب يكون كابوس. يا رب يا رب. ألو. اصبري يا دينا، احنا والله ما فاهمين اللي بيحصل. طب أجيلكوا طيب؟ لا ما تجيش، أنا أول ما نوصل لحاجة هكلمك. باي. أنا بقول لك اعملها، شفتوا بقى عامل إزاي؟ عندك حق، الحياة هو اتغير قوي. ربنا يهديه. يهدي ايه بس يا شيخ جلال؟ يهدي ايه؟ اتفضل يا فندم. كده مع حضرتك تسجيلات النهارده كلها من 11 الصبح لحد دلوقتي، ولو في اي حاجه تانية اقدر اعملها انا تحت امرك. انا متشكر جدا، تعبتك. ربنا معاك وتلاقي الولد ان شاء الله. جزاك الله عنا خيرا. شيخ جلال انا عايزك بقى تصبر شويه، ما تقولش اي حاجه لخالد لغايه لما تشوف اللي هو عادل هيقول لنا ايه. حاضر يا فندم. يعني مش عاوزه تروح؟ خالد براح عليها، كفايه اللي هي فيه. انا مش همشي غيره معايا يا ابني. انا جيت بيه ومش هروح غير بيه. يا مدام غدا ارجوكي ساعدينا علشان نعرف نرجع لك ابنك بالسلامه بسرعه. ابنك ما هوش هنا. والنبي ما تقولي كده، عشان خاطري ما تقوليش كده. غدا عشان خاطري روحي بعد اذنك. يا مدام حياه ابنك كده في خطر، يا ريت تساعدينا. يعني لو مشيت هتجيب لي ابني؟ ان شاء الله. نعمل محضر وناخد اقوالك واقوال الشغاله عشان نعرف نبتدي نتحرك. يلا يا حبيبتي عشان خاطري يا خالد. يلا رجعلي ابني يا خالد. رجعولي يا خالد بفضلك. Thank you.
لنا رايك ايه يا ابني؟ حاضر يا فندم. احنا نيجي دلوقتي لحضرتك على المطوريه. لا لا لا، مسافه السكه. طب كويس قوي، انا متشكر جدا. ده اللي هو عادل؟ ايوه. موبايلك، موبايل غاده خلاص اتحط تحت المراقبه. خلاص هات موبايلك. قطع الشحن. ما ده وقته. جلال ركبهم العربيه من فضلك. حاضر. اتفضل. ايمن بيه، احنا لازم نمشي دلوقتي حالا. طب مين اللي هيستنى رائد؟ انا. بعد اذنك استاذ خالد، انا فهد مستناه. ماشي، توكلنا على الله. اركب يا خالد. خلاص يا فندم، هو قربنا خلص. حاضر حاضر. اوامر يا فندم، اوامر. السلام. ينفع كده يا باشا؟ يلا بقى. الفايلات كبيره سعادتك. فاضل قد ايه؟ فاضل 4 دقايق بالظبط. هو كل 4 دقايق تقول لي فاضل 4 دقايق؟ خلصونا بقى. حاضر يا رب. مفيش حاجه يا خالد اسمها اللي يطلبوني يدفعوا. يا فندم انا مش هجازف بابني. يا خالو لو الحكايه حكايه فلوس مش مشكله. ندفع يا فندم ونرجعه وبعد كده اقبضوا عليهم براحتكم. مش لما نعرف الاول هم عايزين ايه. ممكن قوي ما تكونش حكايه فديه. ما تكونش حكايه فديه ازاي يعني؟ يعني في احتمالات كتير قوي، خلافات في الشغل، تصفيه حسابات، اي حاجه. انا بس كل اللي انا طالبه منكم شويه صبر. خلافات في الشغل. اتفضلوا استريحوا. هذا خير. تقريبا من الساعة 3. ماشي ساعة. 10 دقايق ويكون عندك صورة من المحضر. لا دي توجيهات المدير. هبلغه حالا. في ايه يا فندم؟ مفيش حاجة. مفيش حاجة ازاي؟ أمال ايه التوجيهات دي كلها؟ لا ده موضوع تاني خالص. يا ريت بس حضرتك تخلصي أقوالك علشان نبعت صورة من المحضر للأمن العام. خلص يا ابني. حاضر يا فندم. هيا يا دينا. هيا يا محمود، لقيته؟ طب استناك ولا اروح؟ لا انا مش عارف افكر في اي حاجه دلوقتي. روح انت وانا بكلمك. ماشي. من فضلك في حمام كويس عشان مريم؟ اتفضلي حضرتك. تعالي روحي. تعالي معايا يا فاطمه. لا يا ريت تسيبي لي فاطمه علشان ناخد اقوالها. ايوه. أنا كنت في مأمورية كده. أغيب وذل الطاق. السلام عليكم، أستاذ خالد. أنت فين يا جلال؟ أنا في السكة بس الدنيا زحمة شوية يا فندم. وصلتوا لحاجة؟ لا، ما وصلناش. أقول لك إيه، هات لي علبة سجاير وأنت جاي. حاضر. هو في حد جنبك؟ مش وقته، هبقى أكلمك لما أوصل المديرية يا شريف. يعني هشوفك ولا مش هشوفك؟ مش عارف، قلت لك هكلمك لما أوصل يا شريف. أول ما تيجي اسأل عليا. يا فندم ما سعادتك فاهم الظروف. لا أكيد يا فندم، حاضر. هبلغ معاليك. مع السلامة. ايه الموقف دلوقتي يا فندم؟ بص يا خالد، منتهى الصراحة. الأسبوع ده بس كان في عندي 4 حالات غياب. 2 منهم في القاهرة. واتنين من الأربعة دول على الأرجح طالبين فدية. لا إله إلا الله، البلد جرى فيها إيه؟ إحنا كنا فين وبقينا فين يا سيادة اللواء؟ بس اللي طمني يا خالد، اللي بيخطفوا دول بيطلبوا فدية وخلاص. يعني الموضوع لازم نتعامل معاه بحكمه. تمام سعادتك يا فندم. خلصنا المحضر وبعتنا اشاره للامن العام. تمام. تتابع معاهم. والشغاله دي عملتوا معاها ايه؟ خدنا اقوالها وشغالين معاها يا فندم. البنت دي منين يا خالد؟ من كفر الشيخ يا فندم. وبقالها قد ايه عندكم؟ لا كتير، يمكن حوالي 5 سنين ونعرف اهلها كويس. برضه ما تمشيش من عندكم اليومين دول. حاضر يا فندم. في واحد اسمه جلال عايزكوا برضه. خليك يا سن. عن اذنكم. اتفضل. في حاجه قالها لي اللي هو عادل جوه مش مريحانا يا جلال. خير؟ بيقول ان حادثه الخطف دي ممكن يبقى وراها خلافات في الشغل او تصفيه حسابات. قصدك ايه؟ بقول لك يا جلال، طارق يعملها؟ الحقيقه مش عارف. عربيتك معاك؟ ايوه.
طب تعالى. ولا فيه. تعالى بس. ما تجيب بوابات الدخول والخروج الاول يا محمود. هو ده اللي شغاله قدام سعادتك. ماشي. ركز من الساعة 2 للساعة 3. دلوقتي بالظبط 2:10 سعادتك. تمام. على فكرة باشمهندس سامي كان عايز نسخة من التسجيلات. اديله نسخة مفيش مانع. جايز يشوفوا حد يعرفوه. خد يا محمود. نزل كل التسجيلات اللي عندك على الهارد ده. تمام يا فندم. يلا بينا. يلا. ركزوا يا رجالة عايزين نخلص الموضوع ده بسرعة. تمام يا فندم. الله. امال فين الدبدي؟ لا يا فندم دي بنت اخويا شريف لسه راجعه من السفر حبيبه خاله. ربنا يخلي لك كل بنات اخواتك. ركز ابوس ايدك عايزين نخلص. حاضر يا فندم. ركز يا محمود. حاضر يا فندم. واحنا مش المفروض كنا نتصل بالمديريه؟ مش عايزين مشاكل يا استاذ خالد. انا لسه هستنى لما يحققوا معاه. لا حول ولا قوه الا بالله. ما تطلعش عند طارق غير لما اجيلك. لا هطلع. لازم تفهم اللي انت بتعمله ده غلط. طارق بقى دماغه بايظه. طول عمرها بايظه بس احنا اللي كنا اغبياء يا سامي. انت فين دلوقتي؟ انا تقريبا وصلت. طب علشان خاطري استنى ما تطلعش، استناني. على فكره مش مهم بالنسبه لنا هو فاهم ايه. طارق مالوش حاجه عندك. ده من وجهه نظرك انت بس يا ماما. لا دي وجهه نظر الدنيا كلها. انت خلعتيه والموضوع انتهى. بكره الصبح هنروح نعمل له محضر بعد ما التعرض. وبكده لا هيقدر يقرب لك ولا يعمل لك حاجه. انت مش عارفه انا خايفه ازاي. فلوس ايه دي يا طارق؟ يعني ايه فلوس ايه دي يا دينا؟ ايه؟ هو انت عندك بيزنس تاني وانا معرفش؟ اه طبعا. وخالد وسامي مش معاك في الشغل ده ولا ايه؟ لا مش معايا. ومش عايزهم يعرفوا حاجة عنه. هو انا عارف حاجة اصلا عشان اقول؟ مش عارف انت قلقانة مني يا روحي بس. معرفش يا طارق. بس حاسة ان في حاجة غلط بتحصل. مفيش حاجة غلط خالص. بيزنس زي بيزنس. بس فلوسه هتأمن مستقبلنا وتريحنا. حاسه ان الدنيا بقت سودة في عيني من ساعة ما سمعت صوته. بقول لك وهتطلبني تاني. يعني ايه يا بنتي؟ وديتني في داهية. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا عزيز. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. انت اللي هتودينا في داهية. اسكتي بقى يا بهيمة وفهمي اللي هقوله لك كويس. ممكن؟ فاطمة. يا فاطمة. ايوه. هاتيلي كوبايه ميه واعملي لي كوبايه ميه بسكر مدام هدى. يلا. حاضر. انا مش قادره افهم لغايه دلوقتي ازاي سبت ياسين لوحده. بالهنا والشفا. عملت ميه بسكر لهدى؟ اه فاطمه بتعملها. والنبي يا شهيرة دخلي مريم الأوضة. حاضر يا طنط. مريومة؟ يلا حبيبي يلا بالراحة بالراحة. معلش يلا. يلا يا قلبي. يلا يلا. خالد فين يا أنكل؟ مش عارف. ما بيردش. ولا حتى سامي بيرد. من فضلك يا أنكل لو حضرتك تعرف أي حاجة قولي. ها؟ مش وقته تخبوا علي حاجة. أنا
ايوه في يا خالد. ابني فين يا طارق؟ في يا خالد. ابني فين يا طارق؟ افتح يا استاذ خالد. ابني فين يا طارق؟ ابني فين؟ استاذ خالد. ما ينفعش كده. في ايه؟ خالد جوه مع طارق. افتح يا خالد، ما ينفعش على سامي. وديت ياسين فين يا طارق؟ افتح خالد، ما ينفعش على سامي. مش هينفع كده، هيموت في ايدك. وديت ابني فين؟ وديت ابني فين؟ خالد وديت ابني فين؟ وديت ابني فين؟ واحد هيموت في ايدك. كفايه شايف يا سامي؟ خالد بيتهمني اني خطفت ياسين ابنه. ياسين اللي اتولد على ايدي، انا اخطفه. لاخر مره بسالك، وديت ابني فين؟ استاذ خالد ما بيردوش يا ماما، ما بيردوش. يبقى اكيد ياسين جرى له حاجه. ما تقوليش كده. طب ما بيردوش ليه؟ اكيد في حاجه حصلت. طب نروح لهم المديريه؟ طب ممكن يكونوا نزلوا؟ تفتكر يكونوا راحوا فين؟ استهدي بالله بس، استهدي بالله. حاضر حاضر. يعني باللي انت عملته ده عرفت تخليه يتكلم؟ وانا ممكن ادخل اشوفه؟ تشوف ايه؟ ما خلص. اتفضل. لواء عادل. ايوه فندم. حاضر حاضر يا فندم. تمام تمام. اتفضل يا استاذ خالد، هنطلع المديريه. وطارق هنسيبه؟ انت شايفه قادر يتحرك؟ عموما رائف هيطلع بيه على المستشفى وهيفضل تحت الحراسه. تخليك معاهم لحد ما يتكلم، اوعى تسيبهم. حاضر اللي انت عملته ده جريمه، جنحه تاخد فيه على الاقل 6 اشهر. بس ده خطف ابني. حضرتك كنت عاوزني اعمل ايه؟ اتهمه في محضر رسمي واحنا نتصرف. ده كان الحل الوحيد بالنسبه لي يا فندم عشان يتكلم. ومين قالك ان احنا مش هنعرف نخليه يتكلم؟ وافرض انه كان مات في ايدك، كنت هتعمل ايه ساعتها؟ عمر يا فندم، خد خالد اعمل له محضر باللي حصل، وخد اقواله في اتهامه لطارق. تمام سعادتك، اي تعليمات تاني؟ اتفضل. خالد، ما تنساش تقول في المحضر انه اتهجم عليك في المكتب، مش كان فيه شهود؟ كل موظفين الشركة يا فندم. اتفضل. يعني اديك الراجل اللي متخرشم عشان تصدق لي انا في المستشفى يا نانسي؟ بيبي ايه اللي اقولها لك؟ بقول لك في المستشفى من راجل متعوض يقول لي يا بيبي. والله انا عايز اشوفك اكتر منك اصلا. مش عارف، انا مش عارف هقابلك امتى يا نانسي. انا مش فاهم بقى، مش عارف نظامي هعمل ايه. بعز حضرتك. طب هكلمك تاني يا شريف، مع السلامه. الحل اخبارها يا فندم؟ هو لسه فايق دلوقتي، بس لازم يفضل تحت الملاحظه لمده 24 ساعه، احسن يكون عنده نزيف داخلي او اي حاجه. يعني مش هينفع ناخد اقواله دلوقتي؟ لا طبعا سيادتك، مش هينفع دلوقتي. طب اشكر سعادتك. تحت امر سعادتك، بعد اذنك. اتفضل. ايوه يا بيبي. يا فندم، حضرتك الدكتور قال ان هو لسه بيفوق ومش هينفع ناخد اقواله. واضح كده ان اصابته هتاخد اكتر من 21 يوم سعادتك. هو اللواء عادل هيبص على المحضر ده؟ اه طبعا، هقفله واوديهوله. بس ما تقلقش، انا كاتب لك محضر كويس. طيب وايه الموقف دلوقتي حضرتك؟ انت هتفضل معانا النهارده. هفضل معاكوا يعني ايه؟ انا لازم اخرج واشوف طريق ودابني فين. للاسف يا استاذ خالد مش هينفع. طريق دلوقتي في المستشفى وعليه حراسه، ولما يفوق هنبقى ناخد اقواله. هو انا مقبوض عليا؟